السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم إسحاق عاد إليكم في جديد. المهم هاد المرة هادي جبتكم في داكشي اللي عزيز عليكم، في داكشي علاش تتقلبوا، هادشي ديال القرار. مازال ما ضربكش كورونا، مبروك على شركة خويا روي. المهم بربرنا اليوم الحلقة الأولى من برنامجكم 90 ثانية من الدول العربية، يعني كل حلقة غنديروا فيها 90 ثانية إن شاء الله بإذن الله، وغادي نعجلوا فيها دولة عربية وغنجيبوا منها فيديو. اليوم غادي نبداو بواحد الدولة، الأم الدولة المغربية، يعني المملكة المغربية. عاش سيدنا. المهم داكشي اللي تيعجبك، عييت ما نقلب، عييت ما نشوف الجهاز اللي يعني تجيب المشاهدات. الروتيني يعني راكم كثرتو صافي داكشي ولا تيت، ولكن هذا الروتيني اللي جايب لك اليوم حماق، شي حاجه اللي مازال وقعت 30 ثانيه نخليوها نرجعوا. الا ما رجعت السلام عليكم الى حلقه قادمه. السلام عليكم ديالي اليومي. المهم البنات كما كتشوفوا، المهم البنات الا كتشوفوا حنا راه ما كنشوفوا والو اختي، راه كنغطيها كلشي زعما. المهم البنات واش فكرني بعباس بن فراس واش بغى يطير؟ هذه هي الجلابه اللي دار الصرواطه والتقاشر. لا حول ولا قوه الا بالله. اليوتيوب هذا والله راه في بلادي صاحبي ديروا شحال من حاجه. المهم البنات دابا من بعد ما زيفت المرحل كما كتشوفوا. المهم انا من عندي سر اللي يغرف لك الشقه. المهم الى اللقاء في حلقه قادمه والسلام عليكم.